بس يا ابني طلبت لها اوبر طبعا عشان الجنتلمان يعني، فطلبت لها اوبر وفتحت لها الباب وركبتها، كنا قاعدين هنا قريب اهو. وبعد ما ركبت ايه ده، خدتش بالي انك واقفه هناك، عامله ايه، اخبارك ايه، مش انتي بتقعدي في شارع 9؟ انا شفتك في شارع 9 صح؟ لان انا بقعد في شارع 9 برضه انا والشباب، حاسس ان احنا اتقابلنا. كنت انت بقى بتتفرج على ام بي سي 2 وانت صغير، وكنت متخيل مثلا انك ممكن تروح لاي بنت تقول لها بقول لك ايه، مش محتاجه مثلا ممكن نروح نشرب كوفي مع بعض؟ فانت متحرش. انا حابب مثلا ان انت ايه تقرر مثلا، تصدق انا ممكن بفكر جدا ان انا اكتب لك قصيده، فتروح للبنت تقول لها ايه، كلمتك 3 مرات ما ردتيش، بعتلك على الواتساب ما بعتيش، معقوله رصيد ما معكيش؟ فانت متخلف. فهو دلوقتي اللي عايز افهمه لك ان التظبيط في مصر ده عباره عن لعبه. لا لا سوري سوري، هي مش لعبه، هي حرب بارده. حرب بارده بين طرف وطرف، وكل طرف معاه خبير استراتيجي عسكري يقعد ينصحك تعمل ايه. هالاند بتاع العلاقات اللي هو بينزل 10 خروجات بيخطب 4. نزلت له قال لي بص، انت عملت لها فولو على الانستجرام يا ابني، حلو، انت هتعدي 3 ايام عمل، بعد كده تكلمها، اول ما ترد عليك ما تردش، تتقل يومين بعد كده ترد، اول ما تنزل ستوري ما تبصش، تتقل 45 دقيقه، لو اقل 45 دقيقه فالعلاقه باظت. هي خطط كتير وحاجات كتير انت اني غلبان مش فاهمها، وده طبيعي جدا، لان خلينا متفقين ان احنا هنا محدش سالك في يعني مفيش حد سالك. وبرده ده ليه، لانك مش هتروح مثلا في اول علاقه تقول لها ايه، بقول لك انا مش عارف قلت لك كده قبل كده ولا لا، بس انا رمة انا زبالة قوي اه بجد. وفي نفس الوقت هي برضو مش هتروح تقول لك في اول علاقة خالص مثلا بص يا محمد انا قد اكون مادية شوية يعني تمام مع بعض، بس ممكن اسيبك لو واحد معاه موبايلين مثلا. قررتوا مثلا ان انتوا تنزلوا الديتس هنا في مصر اصلا معقدة جدا، هو اصلا انت لازم تختار مكان انت مش عارف تنطق اسمه، في حتة انت مش عارف تروحها ازاي تخش. انا فاكر مرة نزلت والله قعدت في الديت استنيت البنت بسم الله ما شاء الله داخلة المكان كأنها اميرة في ديزني، يعني هو داخلة الشجر بيغني وراها لاي لاي لاي. دخلت البنت من هنا الويتر بعث على الترابيزة، اتخلع على الترابيزة من لا شيء، انا كنت قاعد بقالي ساعة اقسم بالله هموت على بق مية، محدش معبرني. اول ما هي دخلت ايه ده يا فندم، حراني يا فندم، ده اسمه محمد، هاتي سموزي يا محمد بسرعه، تجيب لك ايه يا فندم، لا عطشانه شكلك عطشانه. وانا قاعد جنبها اللي هو ايه يا جدعان، ما حد عبرني انا مالك ساعه هنا، ما حدش عبرني ليه يعني. قعدنا بنتكلم جدا، اللي انت بتقول له بتطلب الاوردر، لا انا بحب الريستورانت ده قوي، ان عندهم حاجه اسمها بيري بيري تشيكن تندوري كاراميلايز ديجيتالايز فيبرايز جنان تحفه، لازم تجربه لازم تجربه. وانا قاعد قدام اللي هو حلو يا ما اعرفه ايه ده، حلو يا عارفه جدا ده انا بجيبه من عندنا في البيت، بس بجيبه بيري 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 عشان يكون فيه فراخ زياده، امي بتعشقه وعايزين ناخد بيري زياده واحنا راجعين. بتخش بتحاول ترضي او بتحاول تمبرس قوي، وده طبيعي في اول اي ديت تحاول تمبرس، لو دايما انا ايه تمام انا ايه هدفع جدا. انا اصلا عندي كونسيبت ان لو الحساب عدى 30 جنيه نقسم، ده الكونسيبت بتاعي. بعد خلاص العلاقه ظبطت الدنيا تمام، خش مرحله الخلافات. انا عارف ناس فركشت عشان علبه زبادي، يعني عارف ناس فركشت اللي هو ايه محمد، هو انا لو كنت علبه زبادي هتاكلني بالعسل ولا من غير؟ خناقه ساعه وانت ما بتحبش الزبادي اصلا، فهتلاقي نفسك بتلجا لحلول زي مثلا جواز الصالونات. عايز اقول لك ان جواز الصالونات ما بقاش زي زمان، مش اللي هو مثلا انا بنتي متربيه على الاخلاق والتربيه الحميده، عايز اقول لك ان بعد الساعه 6 ما بتخرجش من هويها، بس كل نص ساعه على طرف البلكونه عشان ما تكمكمش، ما بقاش موجود الكلام ده. جواز الصالونات بقى مختلف، اللي هو مثلا غالبا انت اصلا ثيرد ويل او بقى فيفس ويل مثلا، والشله اتخنقت منك، لو الناس اتخنقوا منك يا باشا خلاص بقى شوف لك اي حد بالله عليك عرفتنا، فيحاولوا بقى يظبطوك. والناس بقى كلها ايه، بما انك سنجل ومتاح فانت بقى اكيد ذئب نسوان، كنت قاعد مثلا في الشغل طالع عينك قاعد مع مديرتك اللي بيكلمك ايه بقى الكلام، الدنيا ماشيه معاك خربانه خربانه الدنيا معاك يا ابويا طرش الطرش، وانت قاعد اصلا بتسيب قاعد اوفر تايم، مديرتك مقعدك اوفر تايم كاره الدنيا، ايه يا ابويا الدنيا عندك نار ما انت خريج جامعه خاصه فانت اكيد نور. فبتخش بقى في مرحله لو ايه محتاج اظبطك، فايه حلو بقى يعملوا خطط عشان يظبطوك. بقول لك ايه، انا على الساعه 8 هبقى في ووتر واي مع صاحبتي ومعانا صاحبتها، تيجي لي الساعه 8 تعمل نفسك مش عارف، هغمز لك بحركه وعامل لك كده بايديا، اول ما اعمل لك كده بايديا تقوم داخل عليا كانك مش عارفني، ايه ده طارق انا اول مره اشوفك في حياتي، تقوم قاعد معانا ومظبط البيت، بتبقى مفقوسه وشكلك وحش بطريقه اللي هو ايه ده، انا كنت معدي صدفه في التجمع مع اني ساكن في اكتوبر، بس عديت صدفه في التجمع قلت اقعد معاك، وايه ده طارق عملت لي كده، في حاجه ولا ايه؟ هو اصلا الجواز دلوقتي مشروع، مش مشروع سهل، هو مشروع محتاج دراسه جدوى وقصه، يعني بقى انت بتتقدم محتاج تعمل برزنتيشن. بص حضرتك معايا يا عم، اول سلايد هتلاقي ان دلوقتي الفوطه بتاعت المطبخ ملهاش علاقه قوي نسبيا بعدد سنين الحب، هتلاقي في السلايد الثانيه المعالق، احنا ليه محتاجين كل المعالق ديت، هنتكلم اكتر في السلايد الثالثه عن الطقم الصيني وانا محتاجينه ليه، وانا ما باكلش الجيلي فانا عايز اعرف احنا ليه محتاجين طقم الجيلي.
عالي. فايا كان العلاقه ماشيه ازاي او ايا كان قررت السكه ازاي اللي تمشيها في موضوع العلاقات دوت، هو الموضوع العلاقات دلوقتي بقى صعب، العلاقات الانسانيه مش العلاقات الجواز، بتقعد مع صحابي اصلا مش طايقهم. فدلوقتي بتخيل انت هتربط حد بيك لطول العمر، يلا هترايحين الرحله مع بعض، موافقه معايا هربطك، يلا بينا نعيش حياتنا مع بعض. من الاخر كده الاختيارات سهله. وبرده عندي مشكله ثانيه، الانسه اس على بامبل، انا عملت رايت 3 مرات، وفي مشكله يعني لو في مشكله في النت انا اقدر ابعت لك رصيد لو يرايت، بس خلينا من اهل اليمين بالله عليكي.